اهلا بحضراتكم من جديد، والفقره الثانيه في برنامجنا الاهلي خط احمر ونظبط. الحقيقه بنلقي الضوء على الاحداث اللي بتتم داخل ملعب المباراه خلال اسبوع. اعتقد كان النادي الاهلي قدم مباراه جيده جدا امام كان سبورت. طبعا المباراه كانت مضمونه بنسبه كبيره لان فوزنا في الخارج 2-0، والمباراه الثانيه وهي المباراه اللي بالنسبه لي كانت الاكثر اهميه، مباراه الانتاج الحربي، خاصه مع فريق بيجيد التكتلات الدفاعيه ومع مدرب بنعاني منه كثيرا على عكس ما يروج البعض. لكن بعد النتيجه الفوز للنادي الاهلي بربعيه، كما توقعنا ان خرجت بعض الاقلام تشكك في الكابتن مختار مختار واداء مبارياته قدام النادي الاهلي. الغريب لما نستعرض اداء مباريات الكابتن مختار مختار بمعظم الفرق اللي دربها امام النادي الاهلي، اللي هي زي غزل المحله وبتروجيت والمصري والاتحاد وانبي والانتاج، مع احترام لكل الفرق هي فرق في منتصف الجدول، هتلاقي مع غزل المحله لعب مباراتين، تعادل مباراه وهزيمه مباراه. عايز افكركم بس ان دي كانت في موسم 2002 2003، وكانت الهزيمه في غزل المحله الدور الاول بهدف الكابتن سيد عبد الحفيظ في الدقيقه 88 تقريبا، وفاز النادي الاهلي 3-2. لكن في القاهره والنادي الاهلي في طريقه للحصول على درع الدوري بيحقق تعادل في ملعب النادي الاهلي، تعادل كان كفيل ان هو يخلد اسطوره اسمها دوري سيد عبد النعيم. لو النادي الاهلي كان فاز بالمباراه دي اعتقد ما كانش في حاجه اسمها دوري كابتن سيد عبد النعيم، وحرم النادي الاهلي من تحقيق لقب. ده الكابتن مختار امام بتروجيت تفارس، عامل 9 مواجهات، 2 تعادل و7 هزائم، امام المصري مواجهتين، 1 تعادل و1 هزيمه، امام الاتحاد 2 تعادل، امام انبي مباراه اتهزم فيها، امام الانتاج 6 مباريات اتعادل مباراتين. الحقيقه كابتن مختار اجمالي المباريات 22 مباراه، تعادل 8 هزيمه 14، بس فكره ان تعادل 8 تشوفها حاجه مش انجاز للكابتن مختار، يبقى اسمح لي اعيد حساباتك او اخليك تبص للامور بزاويه صحيحه ومنطقيه. كابتن مختار اتعادل مع النادي الاهلي موسم 2016 2017 ذهابا وايابا، في الوقت اللي النادي الاهلي بقياده كابتن حسام البدري فاز على الزمالك ذهابا وايابا. لما تيجي تراجع اخر 22 مباراه قمه اهلي وزمالك في الدوري، هتلاقي ان نتائج الزمالك مع 22 مدير فني اجنبي ومصري لم تتخطى الكابتن مختار غير بفوز في مباراتين. دي المدربين او دول المدربين الفنيين 22 مدير فني من 2006، اللي هم اخر 22 مباراه دوري، بما ان الكابتن مختار لعب 22 مباراة معنا في الدوري. الحقيقة دول مصريين وأجانب فشلوا جميعا في تحقيق ما حققه الكابتن مختار، بل أدي النتائج بتاعت نادي الزمالك 22 مباراة، 22 مباراة مواجهة في الدوري، 2 فوز 8 تعادل 12 هزيمة، يعني متفوقين على الكابتن مختار بفرق الإنتاج الحربي وغزل المحلة وبتروجيت وإنبي مع احترام ليهم جميعا بفوزين، كانوا واحد في دوري محسوم مدير فني خد أجازة، واللاعبين كمان 9 لاعبين خدوا أجازة، واحد تاني كان بحكم مصري بعد غياب طويل الحكم محمد الحنفي، وبرضه كان دوري محسوم. فما تطلبش من كابتن مختار مع فرق في وسط الدوري يحقق اللي فشل فيه 22 مدير فني اهلاوي مصري واجنبي قدام النادي الاهلي. اعتقد الارقام رد خير احمد، واحنا عايزين نتكلم في حاجه واضحه جدا. انت لما تيجي تاخد كابتن مختار كمثال عشان انت تروج لفكره ان النتائج دي قد توحي بفكره ان المباريات كابتن مختار كان فيه هزيمه دايما او النتائج سلبيه، طيب انا هكلمك بنفس المنطق اللي انت بتتكلم بيه. كابتن احمد حسام ميدو في مواجهه نادي الزمالك نقدر نعرض الصوره، مباريات 4 هزائم وتعادل 1، استقبل 8 اهداف وسجل هدفين. عايز اقول حاجه يا احمد، بالنسبه لكابتن احمد حسام ميدو الاحصائيه دي لها شقين. كابتن احمد دايما بيشتكي من التحكيم في مواجهه النادي الزمالك. لو احنا هنتكلم ان هنا الاسباب فنيه ان في 5 مباريات تخسر 4 مباريات وتتعادل مباراه وتفشل ان انت تفوز على الزمالك في اي مباراه والهزيمه 4 مباريات، هنا لو ده فنيا فهنا احنا قدام مشكله. طب لو الموضوع له علاقه بالتحكيم فالمصيبه اعظم يا احمد، ويبقى الوضع مختلف تماما بالنسبة لكابتن أحمد حسام ميدو. فقبل ما تفكر في الإحصائية شوف الوضع المشابه إيه. كابتن مختار له منا كل الاحترام يا أحمد، مدرب مجتهد جدا، مدرب متطور، تاريخ قدر يوصله سنوات في الدوري الممتاز. نتمنى المدربين الواعدين الآخرين يقعدوا المدة اللي قعدها كابتن مختار كتاريخ تدريبي طويل وعظيم.
نقطة برضه حابب أركز فيها يا فارس، ما ينفعش أعقد مقارنة بين مدربين مصريين في الدوري المحلي ونتائجهم مع الزمالك وقارنها بالنتائج مع النادي الأهلي، لأن الحقيقة لو جيت عملت إحصائية لمدربين بقالهم 10 سنين في الدوري المصري مش هتلاقي أي مدرب سجله يخلو من فوز على نادي الزمالك، لكن كتير جدا ومدربين كتير جدا هتلاقي سجلهم أمام النادي الأهلي صعب جدا تلاقي فيه فوز، زي ما استعرضنا 22 مدير فني لنادي الزمالك. أعتقد قفلنا موضوع المقارنات، واللي يقدر يعمل نتائج كابتن مختار مع النادي الأهلي يبقى يورينا نفسه.